أهلا بكم. ليلة الأربعاء حصل فيها كل شيء ولم يحصل فيها شيء. ما نقوله ليس لغزا، فتشابك الأحداث واشتباك المواقف لم يفسر قوة أو ضعف الملامح. أربعة حدود اخترقها الكيان والأمريكان، فماذا بعد؟ قصف للحشد في العراق، واغتيال لهنية في طهران، واستهداف لفؤاد شكر في لبنان. ماذا يراد بهذا العدوان الغاشم؟ توسيع ساحة الصراع؟ أم رد للاعتبار؟ أم هو تغطية عما يحصل من جرائم في غزة؟ وفي كل الأحوال الرد قادم، ثأر الإمام لن يتأخر، وقصاص نصر الله لن يتعثر، ورد القسام لن يتوقع. أما المقاومة في العراق واليمن فهم على أهبة الاستعداد للوقوف صفاً واحداً أمام أي عدوان، ولن يتركوا الكيان في دائرة الأمان. أهلاً بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. حلقة هذا اليوم من حصاد الأيام ستكون مخصصة عن آخر التطورات في المنطقة من استهداف الحشد الشعبي في العراق، واغتيال القائد إسماعيل هنية في إيران، واغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في لبنان. إذن نستهل وإياكم الحلقة بتقرير الزميل شيبان سامي. استفق العالم على خبر استشهاد إسماعيل هنية القائد الجهادي ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس باغتيال صهيوني في العاصمة الإيرانية طهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وأصاط إدانات دولية اعتبرته جريمة سياسية غير مقبولة تهدف إلى مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي. استهداف القائد هنية في طهران هو خرق دولي وخرق أممي، واندل على شيء دل على أن الكيان الصهيوني ليس له حدود واحترامات المواثيق الدولية، وهناك رغبة في التصعيد وفي خلق يعني أزمات في المنطقة. هذا واضح. نأمل الجهات والدول الكبرى أن يكون لها تدخل في إيقاف مثل هكذا تدخلات. العراق يدين القصف الصهيوني على لبنان ومقر الحشد الشعبي في بابل الذي استهدف بطائرات التحالف الأمريكي كانت قادمة من الكويت، ويرى مختصون هذه الاستهدافات تمثل خرقا خطيرا لسيادة البلاد، الأمر الذي يتوجب على الحكومة العراقية الإسراع بإنهاء التواجد الأمريكي الذي بات يشكل خطرا على الأمن والاستقرار. ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة في حال إذا لم يكن هنالك رد صارم من قبل الحكومة العراقية ورد حقيقي لربما لتواجد الاحتلال الأمريكي داخل الأراضي العراقية. ما جرى حسب وسائل الإعلام وحسب الأنباء التي تردنا هو انطلاقا من الكويت وهي دولة جارة، وبالتالي توجيه ضربة بهذه الحجم لدوريتين تابعتين للوائين من الحشد الشعبي التابع للقائد العام للقوات المسلحة كان يفترض أن يكون الرد سريع مثل ما يحدث في بقية دول العالم. بدءا من الاستهداف الصهيوني الأمريكي في بابل
وانطلاقا إلى الاستهدافات المتكررة والمستمرة في لبنان والاستهدافات المتواصلة أيضا لقادة المقاومة في مختلف مناطق. يعني محاور المقاومة هو استهداف سافر يدل على يعني الجبن الأمريكي والصهيوني في استهداف هذه هؤلاء القادة المؤثرين. بيان الحكومة العراقية يحمل المسؤولية الكاملة للتحالف الدولي حول استهداف مقر الحشد الشعبي، مؤكدا سنتخذ الإجراءات القانونية والدستورية ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء الجبان. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن نناقش محور حلقة الليلة مع رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية الأستاذ حيدر عرب المساوي. أستاذ حيدر، مرحبا بحضرتك. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بجنابك. وعبر سكايب الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية من طهران أستاذ محمد مهدي شريعة تمدار، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بجنابك. أستاذ حيدر، أبدأ معك، ماذا حصل ليلة أمس تحديدا؟ هل هو يعني تخطيط مشترك بين الكيان والأمريكان لتنفيذ ضربات ضد محور المقاومة، أم هي محاولات استفزازية لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا تحية لك لقناتكم، لمشاهديكم ومتابعيكم الكرام، ضيفكم الكريم من طهران. أنا أعتقد بعد 10 أشهر من طوفان الأقصى ومن الحرب الدائرة في فلسطين، وكذلك أيضا وحدة هذه الساحات التي كانت شريك أساسي حقيقة فصائل المقاومة الفلسطينية وكان لها الدور الأبرز حقيقة لأن تكون هذه الحرب لصالح المقاوم تحديدا، وبالتالي النتائج إذ ما قرأناها وشاهدناها على الواقع الصهيوني كانت كبيرة جدا. أولا الواقع الاقتصادي، الواقع العسكري، الآن كانت تحاول أن ترسل رسالة أو يرسل رسالة الكيان الصهيوني إلى المنطقة على أنه الدولة الكبيرة والدولة القوية في هذه المنطقة، وأنتم يا بلدان، لربما كان الحديث موجها إلى البلدان الخليجية بممالكها وإماراتها، عليكم أن توقعوا معنا اتفاقيات وتطبيع من أجل حمايتكم. وبالتالي أيضا أوجدوا طرفا آخرا اعتبروا هو التهديد، وأنا من يحميكم من هذا التهديد الكبير. فصائل مقاومة، مقاتلين بسيطين بأسلحة متواضعة استطاعت أن تهز الكيان الصهيوني 10 أشهر. الهدف المعلن أطلاق سراح الأسرى لدى حماس 10 أشهر، ولم يستطيعوا حقيقة أن ينفذوا هذه الغاية. ما الذي يفعلونه الآن؟ الولايات المتحدة الأمريكية على المحك باعتبار الانتخابات أصبحت قريبة، لا يفصلهم سوى بضعة أشهر في هذه القضية. أيضا نتنياهو واقعه السياسي أصبح ضعيف، هنالك تظاهرات وتظاهرات كبيرة داخل الكيان الصهيوني، إذن الخسارة واضحة أصبحت لدى الكيان الصهيوني. اللقاءات التي سبقت هذه حقيقة الجرائم الثلاث أو الاعتداءات الثلاث، كان هنالك لقاءين باتجاهين. اللقاء الأول نتنياهو مع الحكومة الأمريكية، وكذلك كان هنالك لقاء للمخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية. ماذا كانوا يخططون؟ ماذا كانوا يتآمرون؟ على ماذا يتآمرون؟ إذن قد تبينت ثلاث ضربات في محاور مختلفة. ماذا تريد إسرائيل أن توصل من الرسالة؟ أولا تحاول أن تعطي رسالة على أنها قوية، لا زالت قوية ولا زالت توجه حقيقة الضربات، وبالتالي اختارت استهداف قيادات هنية في طهران، حاج محسن في أبو محسن في لبنان، وكذلك في العراق السيد الحاج المالكي. وهذه حقيقة الضربات وهذا الاستهداف لهذه القيادات هي دلالة واضحة على أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا قوة لقوة. إذن ماذا يفعلون لأن يحققوا نصرا أو يعطوا رسالة على أنهم أقوياء وأنهم موجودون في الساحة؟ استهدفوا هذه الشخصيات المتواجدة في هذه العواصم. أيضا نستطيع أن نقرأ أن هذه العواصم وهذه الدول التي تمثلها هذه العواصم هي إذن شريك قوي في قضية محور المقاومة ومؤثرة في الكيان الصهيوني. استطاعت فصائل المقاومة العراقية أن تخرج
إيلات حقيقة من المعادلة الاقتصادية الإسرائيلية، حيث أعلن أفلاسه قبل أيام. أيضا من نفس الحالة حقيقة البعد الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الداعمة لفصائل المقاومة بجميع الجوانب، ما كانت لوجستية أمنية عسكرية سياسية، أيضا لها بعد كبير جدا. الحقيقة الموقف اللبناني الذي أزعج الكيان الصهيوني وعطل ما يقرب من 35% من قواه العسكرية أن لا تشارك في الحرب المفروضة على غزة، وكذلك الضربات الموجعة التي لطالما كان حزب الله يوجهها إلى الكيان الصهيوني، هذه جميعها اجتمعت واختارت هذه المناطق لكي تعطي رسالة، باعتبار أغلب البلدان المطبعة بدأت تراجع حساباتها في قضية التطبيع، وكانت هنالك عبارات لربما شديدة اللهجة أو تصرفات تنبئ على أن هذه البلدان لربما تراجع وتنسحب من هذا التطبيع. إذن كانت هذه العملية هي عملية استباقية من الجانب الكيان الصهيوني وأمريكا لإعطاء هذه الرسالة. رحب بضيفي عبر سكايب من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة. أستاذ حسين مرحبا بجنابك. مرحبا بك وبضيف. أهلا بحضرتك أستاذ محمد مهدي. أجدد الترحيب بحضرتك من العاصمة الإيرانية طهران، وأسألك ما الذي حصل ليلة أمس؟ كيف حصلت اغتيال حادثة إسماعيل هنية في طهران؟ وهل كان مكان إقامته معلنة أم أنها اختراق استخباري؟ إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد مهدي شريعة مدار. أعود لحضرتك أستاذ حسين سلامة وأسألك، يعني الكيان الصهيوني اعترف بقصف الضاحية واستهداف القيادي فؤاد شكر، وأيضا حزب الله أعلن عن استشهاده، ماذا تصفون هذه العملية وكيف سيكون الرد على هذه الحادثة؟ تفضل. هلا كل الأطراف المعنية في موضوع الهجمة الإسرائيلية في العراق وفي لبنان وفي إيران، كل هذه الأطراف معنية بالرد. نحن نملك قرار الرد، نحن كمحور مقاومة نملك قرار الرد وحرية اتخاذ هذا القرار، ولا أحد يلوم أحد في هذا الموضوع. الرد يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى تأني. لسنا تنظيمات عبثية يمكن أن يعني تقوم برد فوري لا معنى له. الرد يجب أن يتناسب مع العملية، يعني الرد في لبنان مثلا يجب أن يتناسب مع حجم اغتيال الشهيد الحاج السيد محسن شكر. جيد سيد حسين، كيف سيكون هذا الرد؟ توقيت هذا الرد، وهل موضوع الرد سيكون محال دون تراجع؟ ما في تراجع في هذا الموضوع، ولكن نحن نختار الوقت ونختار الوسيلة والهدف. وأيضا على نفترض أيضا بإيران أن هذا الخرق في طهران، هذه الضربة والاعتداء، هذا عدوان على دولة عظمى هي إيران في المنطقة. أيضا لن تسكت على هذا الموضوع وتختار وسيلة الرد أيضا. وفي العراق نحن نعرف أن الحشد الشعبي لن يقصر في محاسبة إسرائيل، هم يملكون قرار الحرب. أستاذ حسين، نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن اغتيال قادة كبيرة يعني لهم تأثيرهم في، يعني هل سيكون الرد برأيك موحد لجميع محاور المقاومة في المنطقة، أم كل محور سيرد بالطريقة التي يراها مناسبة؟ يعني إذا بدنا نلجأ إلى رد من كل المحاور، هذا يعني أننا نسعى إلى حرب، ونحن لا نريد الحرب، ولا نريد أن، وليس لدينا إمكانية اتخاذ قرار الحرب، أو ليس لدينا تحمل مسؤولية اتخاذ قرار الحرب.
قرار الحرب كما قلت هو عند الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. نحن كل طرف معني بالقيام برد يتناسب مع العدوان الذي تعرض له، سيختار الوسيلة والهدف والتوقيت، ولن يقصر أحد في هذا الموضوع، ولن تخرج إسرائيل سالمة أو سليمة من هذه الاعتداءات التي أقدمت عليها، وهي اعتداءات إرهابية لأنها تمارس عمليات الاغتيالات وقتل مدنيين. نعم. يعني إذا كان اغتيل الحاج فؤاد علي شكر في مركز لحزب الله، فهذا الاغتيال تسبب بقتل باستشهاد عدد آخر من المدنيين، وارتفع عدد المصابين إلى 75 أو أكثر من 75 مصاب في المستشفيات، ولا أحد يعلم مستقبل هؤلاء، هل سيكون منهم شهداء أيضا؟ جيد أستاذ حسين، إذا تسمح لي أعود لحضرتك بعد أن أنتقل إلى أستاذ محمد مهدي شريعة مدار من طهران. أستاذ محمد، أسألك كيف حصلت حادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران؟ هل كان مقام أو مكان الإقامة معلن عنه، وهل كان مناسب لحماية ضيف بهذه الأهمية، وإلى ماذا تشير التحقيقات الأولية حتى اللحظة؟ نعم، بالنسبة للتحقيقات لحد الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل التحقيقات، وما زالت التحقيقات جارية، بالإضافة إلى أن المدعي العام للبلاد أعلن أيضا تشكيل فريق للتحقيق. أما بالنسبة لمكان الإقامة، هذا المكان هو مكان يعني أقام فيه قادة المقاومة في السابق أو بعض الضيوف الآخرين، هو مكان للضيوف رفيعي المستوى، مكان يعني محصن من الناحية الأمنية، مؤمن، لكن العملية التي تمت عبر إطلاق صاروخ استهدف الموقع، وطبعا مع العمليات الاستخباراتية والمعلوماتية التي سبقت هذه العملية، هذا هو الذي يعني على الرغم من الحماية الموفرة للمكان، لكن بالنهاية إطلاق هذا الصاروخ تم واستهدف الموقع وحصلت الجريمة. في جيد، هل تم تأكيد أن هذا الصاروخ انطلق من خارج إيران؟ المعلومات الأولية تقول نعم من خارج إيران، لكن ينبغي أن ننتظر حتى نرى نتائج التحقيقات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. من أين تتوقعون أنه انطلق هذا الصاروخ برأيك؟ طبعا هناك بعض التقارير الإسرائيلية أشارت إلى أنه كان قد انطلق من غواصة، أحيانا ربما يكون من يعني أحد القطع البحرية في مياه الخليج الفارسي أو من أماكن أخرى. لحد الآن لا يمكن يعني تحديد موقع الانطلاق بشكل دقيق حتى تكون هناك معلومات أمنية واستخباراتية يتم إنهاء عملية التحقيق للإعلان عن نتائج هذا التحقيق. من المبكر أن يعني نتوقع أو نعلن عن أو تكون هناك معلومات عن مكان انطلاق الصاروخ. قبل ساعات نتنياهو خرج بلقاء أو خطاب متلفز ولم يتطرق إلى موضوع اغتيال إسماعيل هنية، هل تتوقع أن يكون أو تكون أمريكا متورطة بهذه الحادثة؟ يعني من دون شك هناك ضوء أخضر، هناك دعم مطلق من الجانب الأمريكي. اليوم هاريس أعلنت عن دعمها لإسرائيل، لا يمكن أن تتم كل هذه العمليات بعيدا عن الإرادة الأمريكية أو بعيدا عن الدعم الأمريكي، لا سيما العملية في بيروت التي تم فيها اغتيال القائد شكر، وهو المعروف بالعملية التي قام بها. لا، أتحدث عن أنه هل من الممكن أن هذا الصاروخ انطلق من أحد القواعد الأمريكية في المنطقة؟ فقدنا الاتصال مرة أخرى. أستاذ حيدر،
بنفس السؤال أتوجه لك، تتوقع أن الصاروخ انطلق من إحدى القواعد الأمريكية بالمنطقة أم أن الموضوع خلص من الجانب الإسرائيلي وانطلق من إسرائيل أو إحدى قواعده؟ أنا أعتقد حسب قراءتي أنه هو الصاروخ انطلق من قاعدة أمريكية. كيف؟ باعتبار يجب أن يكون مدى هذا الصاروخ هو مدى بسيط ليس من المدايات البعيدة، وبالتالي إذا ما كان من المدايات البعيدة وانطلق من الكيان الصهيوني إذن لربما استطاعت الجمهورية الإسلامية من خلال مضاداتها وكذلك المستشعرات أن ترصد هذا الصاروخ وأن يكون هناك اعتراض لهذا الصاروخ. لكن أنا أعتقد المسافة قريبة، وأيضا من أين يعني من قريبة، العراق أو قطر؟ أولا الجمهورية الإسلامية عندما تنظر إلى الخارطة لتجد أن هنالك القواعد المنتشرة للولايات المتحدة الأمريكية تحيط بإيران تقريبا ب 360 درجة زين من جميع الزوايا، وبالتالي نحن نحتاج أن يظهر تحديد أو نتائج تحقيق. هذه نتائج التحقيق تحدد من أين انطلقت، مثل ما تم تحديد الطائرات المسيرة التي ضربت جرف النصر عندما خرجت من القاعدة الموجودة في الكويت، وبالتالي نحن نحتاج إلى تحديد. أما أن نذهب كاستنتاجات ونحدد دولة معينة انطلق من هذا الصاروخ صعب، لكن كتحليل سياسي نقول هي من إحدى الدول المجاورة، وبالتالي كان الاستهداف وحجم الصاروخ. نحن نعلم أنه قبل فترة ليست بالبعيدة قامت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بتزويد الجانب الصهيوني بعدد من الصواريخ التي لديها القدرة بالمراوغة ولديه القدرة بالاختفاء من منظومات حقيقة الرصد الجوي، وكذلك هنالك أكثر من 3000 صاروخ حقيقة زنت هذا الصاروخ. خلي أخذ دور الطرف الآخر وأسألك، أنه البعض يقول لك 40 سنة من الحصار وبالتالي إيران تسعى لبناء قوة ومنظومة صاروخية حديثة وأجهزة استشعار واستكشاف والمكان محصن مهيئ للضيوف المهمين. يعني بهذا الكلام يعني اليوم كل الشخصيات المهمة معرضة للاغتيال وببساطة جدا. شوف أولا عندما نتحدث بهكذا أسلوب، هذا الأسلوب ليس الأسلوب الصحيح. أولا هو عملية الاغتيال لم يكن هنالك حقيقة خرق أمني، وبالتالي اغتيال من خلال مسدس كاتم الصدفة، لذلك نحن نتحدث عن التحصينات، نحن نتحدث عن تحصينات دولة باعتبار هنالك مضادات وهنالك أجهزة للاستشعار. لكن أيضا بنفس الوقت عندما نقارن هذه القضية، ما استطاع حق أنصار الله الحوثيين أن يخترقوا النظام والدفاع الجوي الإسرائيلي بإرسال طائرة مسيرة، لم تستطع هذه الدفاعات الجوية وهذا الاستشعار المبكر أن يرصد هذه الطائرة ويصل إلى وتصل إلى هدفها في تل أبيب. طائرة مسيرة تضرب في أي مكان غير مؤثر، ما توصل لمكان إقامة شخصية مهمة من المفترض أن تكون سرية وغير معلومة نهائيا. شوف سيدي الكريم، لحد الآن قضية التحقيق هي جارية، لكن اعتقادي العملية هي ليست فقط أنه انطلق الصاروخ اخترق الأجواء، بالتالي يجب أن يكون أو يسبق هذه الحالة استعدادات. أولا لربما هنالك حقيقة قضية الهجوم السيبراني، لربما كان هنالك تعطيلا لهذه المنظومات ولعملية الرصد سيبرانيا، وهذه العملية والحرب السيبرانية معلنة واستطاعت كثير من البلدان ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية أن تخترق، وحتى المقاومة الإسلامية في العراق استطاعت أن تخترق كثير من المواقع العسكرية والأمنية الإسرائيلية الصهيونية بهجوم سيبراني. وبالتالي أنا أعتقد أن العملية لربما سبقت إطلاق هذا الصاروخ عملية سيبرانية، لربما عطلت هذه الأجهزة وبالتالي وصل هذا الصاروخ إلى هدفه. هذا أنا أعتقد القضية هي ليست قضية أنه تهديد ومن سوف يحضر أو سوف يصل إلى الجمهورية سوف يكون مهددا. النقطة التي تحدثنا عنها بدءا وقلت لك هم أرادوا أن يكون هنالك عملية نوعية أن يعطوا رسالة معينة إلى حلفائهم وإلى المطبعين على أننا لازلنا في الساحة ولازلنا أقوياء ونستطيع أن نرد، وإلا إذ ما أردنا أن نتحدث عن قضية الدفاعات الجوية وقدرة إيران. إيران قوية، هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تخترق المجال الجوي للكيان الصهيوني ب 500 صاروخ وطائرة مسيرة. ماذا كان الرد الصهيوني على هذه العملية؟ بثلاث طائرات اسقطت حقيقة في الصحراء، طائرات مسيرة بسيطة، وبالتالي اغتيال قادة بارز يوم بعد آخر يخسر
جانب المقاومة أحد أبرز قاداته. هذه الحوادث المتكررة والاغتيالات المتكررة يجب أن يوضع لها حد حتى لا تستمر. شوف بأي طريقة أين هذه طريقة نستطيع أن تضع الجمهورية الإسلامية وأذرعها في المنطقة حد لهذه الاعتداءات المتكررة؟ أنا حقيقة لا أفضل ولا أرغب بكلمة أذرع، وإنما حسب ما تحدث به سماحة الإمام علي خامنئي أنه ساحات المقاومة هي ساحات قائدة وقائمة بذاتها، هي لا تتبع إلى أي جهة، قراراتها تنبع من إرادتها، وبالتالي لا يوجد هنالك أذرع أو حسب ما يسمى أدوات لإيران أو فصائل لإيران. وبالتالي أنا أعتقد أنه الفرق والتفوق التسليحي لبعض المناطق، لربما ساحة المقاومة في العراق باعتبار نحن لحد هذه اللحظة يفرض علينا من الجانب الأمريكي بعدم امتلاك منظومة دفاع جو، وبالتالي السماء الآن هي مملوكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عمليات اغتيال القادة العراقيين هي بتخطيط أمريكي واضح، لا قدرة للعراق على رد. هذا جانب. الجانب الآخر في حق الجنوب اللبناني باغتيال القادة اللبناني، نحن نعلم قرب المسافة وعمليات حرب الآن ما بين لبنان والكيان الصهيوني، عملية حرب هي ليست مناوشات بسيطة، وبالتالي هنالك استهداف واستهداف مقابل. العملية الأخيرة التي حدثت في حقيقة الضاحية الجنوبية لبيروت هي حال كثير من العمليات مع قرب الانتخابات الأمريكية. أمريكا اليوم مستعدة لفتح جبهات جديدة في الشرق الأوسط والدخول بحرب. لا ما هو ما ماذا كان رد الولايات المتحدة الأمريكية على قضية استهداف الشهيد هنية؟ قالوا لا علم لنا، وبالتالي هم يحاولون أن يخططوا أن يعطوا الضوء الأخضر حقيقة خلف الأبواب أو في الظل، والأداة التي تنفذ هي الكيان الصهيوني، باعتبار لا يستطيع بايدن بعد خسارته المبكرة وانسحابه من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية الأمريكية، إذن هنالك ضعف واضح لديهم في هذه القضية، إذن هم غير مستعدين أن يعلنوا بشكل علني وواضح على أنهم خلف هذه القضية. لكن الكيان الصهيوني ماذا يريد؟ هو يحاول أن يسحب محور المقاومة أو تحديدا الجمهورية الإسلامية باعتبار هي رأس الرمح في هذا الموضوع إلى حرب مفتوحة، وبالتالي هذه الحرب المفتوحة لا يشارك بها الكيان الصهيوني، وإنما تدفع البلدان الكبيرة وتحديدا أمريكا فرنسا بريطانيا هذه البلدان بدخول الحرب باتجاه حقيقة الجمهورية الإسلامية لإضعاف هذه الدولة، لأنهم يعلمون أن العمق الاستراتيجي لمحور المقاومة هو موجود في الجمهورية الإسلامية، إذن يجب سحب هذه الدولة إلى حرب. لكن هذه الحرب مع من؟ إذن هي إسرائيل تحاول أن تدفع بهذه البلدان بأن تكون هي في الواجهة، وهي من يخوض الحرب مع الجمهورية الإسلامية لتحقيق نصر معين أو لربما إضعاف الجمهورية لا نهاية إضعافها، وبالتالي يضعف العمق اللوجستي لهذه محاور المقاومة وتستطيع أن تحقق ما ترغب. أستاذ حسين، ما الذي يجعل إسرائيل وفي هذا التوقيت بينما تقترب الانتخابات الأمريكية أن يجعل إسرائيل تستفز إيران ولبنان والعراق وتحاول أن تسحب هذه الجبهات إلى حرب مفتوحة في المنطقة؟ يعني بكلمات قليلة بقدر جاوبك على هذا الموضوع. إسرائيل تريد أن توجه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأنها ما زالت تملك وسيلة الردع وبأنها غير مردوعة، تريد أن تطمئن، ويريد نتنياهو أن يستغل هذا الموضوع لمصلحته الشخصية وليقول أنه أنا حققت شيء في هذه الحرب، قتلت قادة كبار في المقاومة وضربت إيران وضربت في بيروت وفي العراق، ويعني هذا الأمر يستطيع أن يستخدمه لمصلحته الشخصية. جيد. نتنياهو في يعني قبل ساعات تحدث عن تبني إسرائيل لاغتيال القائد فؤاد شكر وقال لقد أغلقنا حسابه، لكن لم يتبنى بشكل
معلن حادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، ما هي أسباب برأيك؟ حادثة اغتيال إسماعيل هنية، ولكن وزراءه احتفلوا بهذا الاغتيال، وكل العالم عارف أن إسرائيل هي وراء الاغتيال، ولكن رسميا لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية، وسيترك لإيران أن يعني أن ترد، ومن دون أن تكون هناك إثبات، أن يكون هناك إثبات بأن إسرائيل هي من فعلت ذلك. لذلك لحد الآن لا أحد يعرف من أين انطلق هذا الصاروخ. هناك من يرجح، وخصوصا هذا لمصلحة إسرائيل، أن الصاروخ انطلق من غواصة ربما تكون في الخليج الفارسي، وبذلك يعني انه يستطيع ان يقول انه لا ترد على، لكن بكل الاحوال يجب ان يكون هناك متبني، او يجب ان هناك من يكون هو مسؤول عن هذه الحادثه. اصابع الاتهام غير اسرائيل تتجه نحو من برايك؟ هناك كثير من العمليات التي قامت بها اسرائيل ولم تعلن مسؤوليتها عنها، وهي لن تعلن الان مسؤوليتها عن العمل الذي حصل في طهران. إيران متأكدة أن إسرائيل وراء هذا الاغتيال، لأن الوحيد الذي له مصلحة في اغتيال الشهيد هنية هي إسرائيل، وخصوصا أن الحرب قائمة في غزة، وأن عنصر الأساس في هذه الحرب هو حركة حماس التي يتزعم فيها هو الشهيد، يتزعم فيها المكتب السياسي، وهو رئيس المكتب السياسي في الحركة. لذلك أنه لن تتبنى إسرائيل هذه العملية حتى لا تعطي لطهران ورقة تستخدمها كعملية الرد بشكل أكيد، يعني أنه لديها إثبات من إسرائيل. دائما تقوم بذلك إسرائيل لتهرب من المسؤولية. وأنا أما فيما يتعلق بكيفية اصطياد الشهيد هنية في طهران، فهو هاتفه، فهو لديه هاتف من قطر يسمى ثريا، وهذا مكشوف لدى الإسرائيليين، وهم استطاعوا أن يعرفوا مكان إقامته وأن يحددوا الهدف بناء على الهاتف. نعم. يعني بحطوا الهاتف هو الهدف الحقيقي، وهو بإجابة إسماعيل هنية، وأيضا يقال أن مرافقه لديه نفس النوع من الهاتف، وهذا سهل الموضوع، يعني اصطياده على الهاتف سهل. اليوم هناك الذكاء الاصطناعي الموجود التي تستخدمه إسرائيل حتى يعني إلى الماكسيموم، تقوم بعمليات عسكرية أمنية بناء على معطيات الذكاء الاصطناعي. لم يعد خفي. هل 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 هناك معلومات أولية تشير إلى أن عملية الحادثة أو ترقب وتعقب مكان سيد إسماعيل هنية جاء عبر الهاتف، أم هذه توقعات واستنتاجات؟ لا، هذه معلومات انه إسماعيل هنية اليوم، يعني قيل هذه المعلومات ذكرت بان الشهيد هنية يحمل هاتف ثريا من الحكومة القطرية، يعني مقدم له من قطر، وحتى قالوا ايضا ان مرافقه يحمل نفس النوع من الهاتف. وحتى لو كان يعني لم يكن ثريا ولم يكن من قطر، يكفي أنه يحمل هاتف ذكي، ودون شك سيكون معه هاتف في طهران كوسيلة اتصال، وهو رجل قيادي يعني. وحتى لو كان معه هاتف ذكي من الهواتف العادية في الأسواق، تستطيع إسرائيل أن تتعقبه. على هذا الكلام كل أو أغلب الزعماء والقادة هم في خطر. طبعاً. يعني في قادة عنا اليوم في لبنان يقتلون على الصوت، يتم اغتيالهم على الصوت، على صوتهم. يعني أحد القادة في الجنوب قبل أسبوعين
دخل إلى محطة وقود يعبي بنزين. بعد أن تكلم رصدوه فورا. لا يملكون بصمة الصوت، هم يعملون منذ 20-25 سنة يعني للتحكم بداتا كاملة لكل المقاومات الموجودة بالمنطقة. هذا الرصد إسرائيلي أو أمريكي؟ نعم، هذا الرصد إسرائيلي أو أمريكي؟ إسرائيلي. هم الآن إسرائيليين يعني لديهم تفوق كبير باستخدام التكنولوجيا. طبعا معلموهم أمريكان ودعمهم من الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن إذا إسرائيل تعرضت لهجوم من حزب الله سنقف إلى جانب إسرائيل وأنه سيكون لحماية إسرائيل، إسرائيل هي دولة الاستعمار الأمريكي في المنطقة. المنطقة بتقديرنا الدول العربية كلها تحت الاستعمار العسكري الأمريكي. نعم جيد أستاذ حسين. أستاذ حسين إذا تسمح لي أعود لحضرتك في هذه الدول. نعم. وهذا أنت هذا استعمار عسكري. جيد أعود لحضرتك. قواعد فيها حاجات مالية. مصر مثلا جيشها يتقاضى، ضباط جيشها يتقاضون رواتب من الولايات المتحدة الأمريكية. وعندنا بالجيش اللبناني تقريبا نفس الشيء. عندك المغرب أداة إسرائيلية أمريكية، مش بس مستعمرة، أداة. يعني جيد. العالم العربي عالم مستعمر. جيد. عسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا تسمح لي أستاذ حسين إذا تسمح لي أقاطعك، في مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من المواقع هناك من يتهم الجمهورية الإسلامية بربما التورط بهذه الحادثة، وهناك من يتشفى باستشهاد القادة الذين سقطوا يعني ليلة أمس. كيف تقرأ، كيف تتابع هذا؟ يعني أنا قرأت كثير من التشخيصات لربما بعض الأخوة يحاولون أن يحللوا الاستهداف من أين انطلق. هنالك بعض النظريات تتحدث وتقول على أن الاستهداف داخليا، أي معنى أنه الصاروخ قد انطلق من داخل إيران. جيد. وبالتالي يرمى اللوم على حقيقة المجاميع المعارضة لإيران الموجودة وتسمى بمسميات كثيرة. إذن عملية الاغتيال لربما حسب هذا الوصف هي عملية اغتيال إيرانية. هذا الأسلوب حقيقة خطير جدا. إذ ما وصلنا إلى هذا صك براءة للكيان الصهيوني، صك براءة للولايات المتحدة. المعارضة داخل إيران تستطيع أن تصل وبهذه الدقة إلى ضيوف بارزين بهذه الأهمية، من الممكن أن تصل إلى زعماء داخل إيران هم يعارضونهم أصلاً. بالضبط. وبالتالي سيقول لك ليش ما اغتالوا غير قادة، ليش اختاروا هذا الضيف تحديداً؟ شوف خلي نقرأ من هذا الباب. إذ ما كان الاستهداف داخلياً أو الانطلاق الصاروخ من الداخل من خلال هذه المجاميع الإيرانية، أولاً هذا الصك براءة لأمريكا وإسرائيل، هذا واحد. اثنين اتهام إيران على أنها هي المحرض الأساسي بقضية بلبلة أو سحب المنطقة إلى حقيقة حرب أو إلى صدام معين أو إلى توتر معين. النقطة الأخرى أيضا هذا أعطى إشارة ورسالة على أن الداخل الإيراني المنظومة الأمنية الإيرانية منظومة أمنية ضعيفة، بحيث لم تستطع ولم تصل إلى هذه المجاميع، وبالتالي هذه المجاميع حقيقة متطورة واستطاعت أن تستورد هذا الصاروخ أو تدخل هذا الصاروخ وتنصب هذا الصاروخ وتطلق هذا الصاروخ. ولحد الآن حقيقة المؤسسات الأمنية الإيرانية الداخلية لم تحدد هل هذا الصاروخ انطلق من الداخل أم من الخارج. حسب هذه النظرية إذن هنالك ضعف واضح في المنظومة الأمنية الإيرانية، وهذه كارثة وهذه طامة كبرى. إذ ما ذهبنا حقيقة إلى قناعة بهذا هذه الحادثة ما تعيد إلى أذهان حادثة اغتيال الرئيس إبراهيم رئيسي. نعم، وأنا ومن خلال منبركم ومن خلال هذا البرنامج تحديدا أعطيت فرضية على أنه الاستهداف كان استهدافا خارجيا، وأعطيت الأدلة في هذه القضية باعتبار أولا كانت العلاقات المتوترة والمقطوعة ما بين إيران وأذربيجان. لماذا إصرار رئيس الدولة الأذري بضرورة أن يحضر الرئيس رحمة الله عليه لافتتاح
السد في تلك المنطقة، على الرغم أنه نعلم أنه هذه المنطقة الحدودية ينشط فيها الموساد الإسرائيلي، وبالتالي حتى عملية سقوط هذه الطائرة ومن خلال الحطام يعطينا أدلة واضحة على أنها تم استهدافها لهذه الطائرة وأسقطت. وبالتالي أنا أعتقد إذا ما آمنا أن هنالك مجاميع، وإذا ما آمنا أن هنالك تآمر لربما حدودي في هذه القضية، إذن من الإمكان أن تصل هذه المجاميع إلى جميع القيادات، ولربما سوف ولا سامح الله واللهم يحفظ السيد علي الخامنئي إذا وصلنا إلى هذه الضعف وهذا التفكك للسلاح الأمني الداخلي الإيراني يوصلون يوم. إذن هل من الممكن أن نقول أن استهداف إيران تحول من الاستهداف من العقوبات والحصار الاقتصادي إلى استهداف الأمن الداخلي ودعم الجماعات المعارضة داخل إيران لاستهداف الشخصيات داخلها؟ شوف، بطبيعة الحال لكل بلد هنالك معارضة موجودة، وإيران تحدثت على أن هنالك معارضين، وهنالك لربما هؤلاء المعارضين يحملون السلاح في هذا الموضوع. هذا الاستهداف الأخير أنا أعتقد هو ليس استهدافا داخليا وإنما استهدافا خارجيا. ليش؟ ماكو قوة موجودة داخلا تستطيع أن تصل إلى هذا حقيقة التطور وإلى هذه الإمكانية بالاستهداف. هذه واحد. الضعف أو انتصار الجمهورية الإسلامية من خصمائها سياسيا، وهذا ما اعترف به حقيقة ترام الرئيس السابق، قال انتصرت علينا الجمهورية سياسيا وكذلك اقتصاديا عندما أرادت هذه البلدان بفرض حصارها على الجمهورية الإسلامية أن تضعف وأن تثير بلابل الداخلية. شاهدنا تماسك الشعب الإيراني وتحديدا في بعد استشهاد السيد الرئيسي كيف خرج 25 مليون مواطن إيراني، وهنالك من كان نادما على أنه لم ينتخب السيد رئيسي، وهنالك من كان نادما على الأحداث الأخيرة التي حدثت نتيجة البلبلات. السيد الخامنئي توعد بالرد وقال أن الرد سيكون إيرانيا لأن الشهيد سقط على أرض إيران والرد سيكون من قبل إيران. كيف تتوقع أن يكون الرد وبأي شكل، وهل يتناسب مع هذه الكمية ومع حجم هذه الحادثة، وعلى من سيكون الرد، على الكيان أم على الأمريكان؟ شوف، أنا لحد هذه اللحظة لا يوجد هنالك محلل سياسي يستطيع حقيقة أن يقرأ ما سوف تقوم به الجمهورية الإسلامية. عندما كان هنالك الاستهداف للقنصلية الإيرانية داخل دمشق وسوريا لم نكن نتوقع حجم الرد ب500 طائرة وصاروخ وبشكل علني وبشكل واضح، والتي وصلت إلى أهدافها التي ترغب بها، والآلية آلية تزامن انطلاق هذه الطائرات والصواريخ والسرعة المختلفة فيه، وبالتالي ما من الممكن أن نقرأ أو نتنبأ بنوع الرد، لكن نستطيع أن نتحدث ونقول الرد حاصل لا محالة. نوع الرد سوف يكون كبيرا ومزلزلا ورادعا مثل ما كان الرد الأول. لم يستطع الكيان الصهيوني أن يرد بنفس القوة وبنفس الاتجاه سوى 3 مسيرات سقطت في الصحراء الإيرانية. وبالتالي سيدي الكريم، ما نؤمن به وما نقرأه نحن كقارئين للواقع السياسي، الرد حاصل، حجم الرد سوف يكون كبير، لكن آلية وطريقة الرد ووقت الرد وأين سوف يكون، هذا حق من خصوصيات الجمهورية الإسلامية، ولن يستطيع لا محلل سياسي ولا أيضا محلل أمني أن يقرأ وأن يتنبأ بهذه القضية. نعم أستاذ حسين، أسألك بسؤال أخير، هل لدى المقاومة في لبنان القدرة على الرد بنفس حجم الهجوم والخسارة التي تكبدتها ليلة أمس؟ بالتأكيد لدى المقاومة في لبنان القدرة على الرد بما هو أفظع بكثير مما حصل في الضاحية الجنوبية بالأمس. تستطيع المقاومة الإسلامية أن ترد ردا مؤذيا جدا لإسرائيل، وستفعل ذلك، وسيكون إذا هذا الرد بمستوى الأذى الذي أحدثته إسرائيل بالنسبة لاغتيال القائد السيد فؤاد شكر. ماذا تمثل خسارة السيد فؤاد شكر بالنسبة للمقاومة؟ وسيكون هناك رد حتما، والردود التي ستأتي من العراق ومن إيران ومن لبنان
لن تترك مجال لنتنياهو أن يقول أنني ما زلت أردع أعدائي في المنطقة. هو مردوع وسيبقى مردوعا، والرد سيثبت ذلك. جيد، ما هو تأثير وماذا تمثل خسارة القائد فؤاد شكر وتأثيرها على الداخل اللبناني؟ خسارة القائد شكر هي خسارة شخص عظيم، يعني لديه تاريخ في المقاومة، ولكن المقاومة في لبنان لم تعد تنظيم، يعني يفقد قيادة يتأثر. هناك قادة كثر، يعني لدى سماحة السيد حسن نصر الله عدد من المعاونين الذين يستطيعون أن يملؤوا المكان والزمان وأي عمل من أعمال المقاومة. وخلف السيد محسن شكر، أو يعني اسمه الحقيقي السيد فؤاد شكر، خلفه رجال كثر بمستواه يعملون تحت رايته، تحت قيادته، وهم بمستواه أيضا. هذه المقاومة لم يعد يؤثر فيها أي اغتيال أو أي إصابة. هذه مقاومة أصبحت عصية في الصراع مع إسرائيل، وأصبحت قادرة على أن تكون ندا حقيقيا في هذا الصراع. لكن أرجع لأقول أن المقاومة لا تجد الآن مصلحة في فتح حرب، تريد أن تبقى الأمور عمل ورد، عمل ورد. تقوم إسرائيل بعمل، تقوم حزب الله بالرد، تقوم حزب الله بعمل، تقوم إسرائيل بالرد. خرج نتنياهو عن هذه القاعدة ليفعل شيء جديد. هو جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، لديه نشوة الوقوف في الكونغرس الأمريكي، نعم، الذي أوقف مئات السيناترز والنواب الأمريكان على قدم ونصف ليصفقوا له وراء كل كلمة. جاء منتشي وجاء ليقول للداخل في إسرائيل أنا الملك، أنا ملك إسرائيل وأنا العظيم في إسرائيل. هذه العمليات التي قام فيها في لبنان وفي العراق وفي إيران هدفها أساسي موجه إلى الداخل، لا هي موجهة إلى حزب الله أنني أنا أستطيع أن أردعك. نعم. وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يردع حزب الله ولا إيران. أستاذ حسين، تجاوزنا على الوقت المخصص للحلقة عبر سكايب من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة، أشكرك جزيل الشكر، ورئيس مركز القمة للدراسات الأستاذ حيدر عرب، أشكرك جزيل الشكر. شكراً لك. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الثاني بأبرز ما جاء في حساب السيد الخامنئي على منصة إكس تعليقا على حادثة اغتيال القائد إسماعيل هنية في طهران. نتابع. إذن ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم.
الشيخ همام حمودي يؤكد أن جريمة استهداف هنية والعدوان على الضاحية ستقوي إرادة الشعب الفلسطيني. الحكومة العراقية توجه الدعوة لمجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته ومهامه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. الخارجية العراقية تدين بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية وتؤكد التزام العراق بدعم القضية الفلسطينية. اللواء يحيى رسول يؤكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الاعتداء السافر للتحالف الدولي على مواقع أمنية في بابل. الحشد الشعبي يدعو لتوحيد الجهود لاتخاذ قرار فوري بخروج القوات الأجنبية من العراق للحفاظ على سيادة وكرامة البناء. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.